الآن. فلعت وينسى الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وتستقبلوا نهاركم كيم بالأخبار الإيجابية. اليوم 13 أكتوبر، من أكثر الأبراج حظ هما الأبراج الهوائية، مع انتقال القمر البرج الجوزي عن طاقة حب وأخبار ممتازة. وتخيل وحدك الشمس موجودة في برج هوائي اللي هو الميزان، والقمر موجود زادة في برج هوائي اللي هو الجوزي، يعني حظوظ كبيرة تستنى فيهم، من غير ما ننسي برج الدلو اللي هو ثالث برج يتمتع بالحظ الكبير. تحية لك فاطمة ولكل مستمعي إذاعة موزايك اف ام. فرص لسفر، لتغييرات، لأمور إيجابية، كن يغير بحياته، ممكن يدرس قصة جديدة أو حتى يتعلم أمور بتساعده لقدام. الأمور جيدة جدا. والبداية مع برج الحمل، هذا حسب توقعات منيب الشيخ، راك تدخل في مرحلة مهنية مهمة. صحة صحة للحمل، راهو عندك نجاح والمكافئات المالية. والثور، راك تتقدم خطوة ونجاح زيادة يرافق كافة أعمالك. كيف وكيف الجوزي اللي يتسهل رزقه، 3 أيام الجايين يعدوكم بالأخبار الإيجابية. راك تودع الطاقات السلبية، تنسى الغش وتعيش أيامات الحاصلة كلها حب ورومانسية. ونصيحة دقيقة، حظ للسرطان ماك تعرف اللي فات صباح وروفيت وربيح. نحبك تفيق وتقصد ربي العالمين، وإن شاء الله يا ربي سهلك في كل ما هو خير. إيه الأسد، نهار المفاجآت السعيدة. الفترة جاية راهي تحكي على تحقيق الأحلام والأمنيات، لكن عايشك ونصيحة هوكا، الوجه الله رد بالك، لا تتردد ولا تتخاذل، راهي المفاجآت السارة باش تكون من نصيبك. والعذراء، يتخلص من عوائق عاطفية قديمة، راك وقاية تخزر القدام وتنسى الماضي، راهو المستقبل يوعدك بالخير. مولود اليوم من برج الميزان، عيد ميلاد سعيد، كل عام وك الضحكة العزيزة والغالية، ما تفارقش وجايك، راهو عام السعد والأخبار الممتازة. نتعدي ونحن للعقرب، الحظ يتبسم لك من جديد، تتحسن النفسية، تعيش مغامرة عاطفية جديدة. مواليد نهار 24 أكتوبر من برج العقرب، حضروا رويحكم على خاطر فما برشة برشة جديد. والقوس، الفترة الجاية راهي تحكي على تحقيق أقصى الطموحات والأمنيات. كيف وكيف الجدي اللي عنده راحة كبيرة بعد ما سيطرت عليه شوية مخاوف في علاقته بالحبيب، نحبك تخلي ثقتك كبيرة، وراهو المستقبل يبشرك بتغييرات ممتازة. الدلو، استقرار مادي، عمره وعنده الفلوس يرافقوا الأيامات الجاية. زيد حسب التوقعات، نهار اليوم يعدك بالراحة، انفراج وفما برشة فرحة. ونختمه مع الحوت، راهو نهاير حافل بالأحداث الممتازة، نهار الاتصالات الناجحة.